الله يا بنت. يا ماما بسم الله الرحمن الرحيم. احلى من الشرف مفيش. مسا الفل المشغول بويا، مسا الجمال ابو دليان، مسا الزلابيه الابروسي والهريسه السكوتش بالسودا. وبعدين معاك جدع انت. بنت حلال او انا جدع واجدع ما في الحاره دي كلها. انا عبده عبده دانسي يا يا. البسطة جت يا ولد؟ جت يا فندم. طب اذا جه حد يسال عني خليه يستناني بره، انا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. اهلا رئيس حلفي، خير؟ مين دول؟ دول جماعه معارف قديمه من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. جه 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 جه. يا انت اتبعت له نورماندي؟ خدمه لوجه الله، كمان احب اساعد الشباب الناهض. واخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاه النبي احسن احسن. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟ انا اديتك كلمه راجل وقريت الفاتحه معاه، وانا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. والمدام موافقه والاشياء معدن. طب ومستني ايه؟ اعتبرها دخلت عزيزه لك وانت لها، بس تصبر علي همسه حائره. طيب يا ريس حنفي انت بقى مع السلامه، وانا هبعت لكم العود بعد التسجيل عن البيت. مع السلامه يا حبيبي انت وهو. الله يسلمك يا بدبوز يا فندم. صلاة النبي أحسن. ولبس عليا يا معلمي. نعم. طب المامور. طالع يا معلمي. ولا أقول لك؟ أيوة يا معلمي. طلع يا حكندار. عليا يا معلمي. ولا أقول لك؟ أيوة يا معلمي. طب للوزارة كلها. عليا يا معلمي. ولا أقول لك؟ لقيتها يلا. طب لمجلس الأمن. عليا يا معلمي. من هنا يا مراد، من هنا من التليفون الثاني. ان شاء الله تكون ما بردتش. لا ما بردتش، بس البطانيه مليانه همل. اللي بمسانك يا قدام المعلم. جرى ايه يا رجاله؟ مش كده، خليكم خفاف عليه، ده راجل مسلم النمر. وانتم مسلمين اليوفر. فهمنا يا معلم، كان لازمتها ايه زيارة اخر الليل دي؟ وحشتني قلت اسأل عليك. يا سلام، سألت عليك العافية يا اخويا. قولي اخبار رجالتي اللي عندكم ايه؟ قصدك الرهاين؟ ده احنا هنحاكمهم قريب بتهمة الجاسوسية. اسمع يا روح امك، لما اعتقك تروح لسيدك وتقول له عايز اتكلم معاه راجل لراجل مش راجل لمرة. ويجي لك ليه؟ مش انت اللي عايزه؟ ما تروح له انت، ولا انت خايف؟ الشبلي عمره ما يخاف، بس بيقرف. بتقرف؟ يبقى خلاص يا اخوي، لا تروح له ولا يجيلك. تتقابلوا على ارض محايدة وبدون جمهور، سويسرا. هديك اخر فرصه. يلا يا بنت يا بنت يا بنت.
سلامة يا يا أحلى من الشرف مفيش.